أعود إلى موضوع دخول هدنة حيز التنفيذ في الجانب السوري والقرار الروسي الأمريكي بذلك. وينضم لنا عبر الهاتف من إسطنبول السيد جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية. أستاذ جورج صبرا، مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني الأنباء عن وقف إطلاق النار في الجانب السوري ودخول هدنة حيز التنفيذ بعد ساعات، ما موقف المعارضة السياسية من هذه الخطوة؟ حقيقة هو الأكثر أهمية موقف الشعب السوري، لأنه هو الذي ينتظر فعلا وقت إطلاق النار حقيقي يشمل جميع المناطق السورية ويوفر الأمن والأمان للمواطنين السوريين. لذلك نتلقى بتفاؤل كل فرصة لهدنة لوقف أعمال التصعيد، لكن لا يمكن الحكم على ذلك عبر التصريحات الصحفية والبيانات السياسية. لابد من أن نرى مرتسمات الواقع على الأرض، خاصة بعد طول معاناة السوريين مع التصريحات الصحفية الذين لا يجدون لها بعد ذلك صدى على الأرض. وهناك العديد من الاتفاقات التي خرقت، وأذكر بالاتفاق الأمريكي الروسي في عام 2016 حول وقف اطلاق نار شامل، والذي لم يجد السوريين منه ما يستحق الذكر. نعم سيد جورج، يعني الان هذه الهدنه التي ستدخل حيز التنفيذ، والتي من اذا ما نظرنا بنظره تفاؤليه يمكن ان تدخل فعلا وان يتم الالتزام بها، انتم كمعارضه سياسيه ما دوركم هنا؟ هل تم الاتصال بكم؟ هل علمتم؟ هل من طرف من اطرافكم لديه ربما بعض التطمينات، بعض الضمانات من هذه الجهات، الجهات الدوليه او اتصالات معينه؟ حقيقه ان هذا الاتفاق هو اتفاق روسي امريكي، وكما هو معروف ولد يوم أمس مع اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب. أما المعلومات التفصيلية فهي تؤخذ عبر العلاقة الخاصة مع الجانب الأمريكي، لكن في الأساس هو اتفاق بين دولتين بالفعل، ولا علاقة للمعارضة بمجرياته. طيب، إلى أي مدى يمكن أن يكون وقف إطلاق النار هذا يمكن أن يكون خطوة فعلية باتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا؟ يجب أن يكون ذلك، لأن الهدف أيضا من وقف إطلاق النار واتفاقات وقف التصعيد هو صنع مناخات ملائمة لاستئناف العملية السياسية التي ستبدأ بعد يومين في جنيف، لتكون جدية ومثمرة. لكن كل ذلك يعتمد على مدى مصداقية الأطراف في تنفيذ تعهداتها، لأن المطلوب هو تنفيذ ذلك على الأرض وليس عقدها وإعلانها فقط لهذه الاتفاقات. أشكرك على هذه المداخلة سيد جورج صبرا.